كيف يعني لا يشغلون الاي بي تي في؟ مسألة تشغيل الاي بي تي في ليس لها علاقة بالروتر، ولكن لها علاقة أنه إذا كنت ستشتري روتر وكان عندك يعني اي بي تي في، من الأفضل أن تشتري روتر بهم خاصية الاي بي تي في. فخاصية الاي بي تي في على الراوتر، يعني ملي كتشري روتر وتكون فيه خاصية الاي بي تي في، كيعطيك واحد الميزة معينة. أشنا هي؟ هو الصبيب. يعني انت ملي كتجي غير كتاخذ جسيبا الكابل ديال الاي بي تي في مثلا ايثرنت، ولا ما عرفتش انا يعني كنت خدام اندرويد بوكس، كتجي هذاك الكابل ار جي 45 كتلصقو مع البور ديال الاي بي تي في، هو اوتوماتيكمون كيعطيك ستريمين، يعني تيعطيك تي الباندويت، الباندويت كيطلعها بالنسبه للاي بي تي في. فبالتالي الاي بي تي في ما تيبداش يتقطع عليك، ما تبقاش يتقطع عليك. هاد المسألة راه تقدر ديرها، يعني لا شريتي روتور اللي فيه هاد الإمكانية ديال الاي بي تي في، واحد البور راه كتلقى مكتوبة فيه اي بي تي في مزيان، إلا ما بغيتيش تقعد تمرض راسك بالكونفيغوراسيون، كنتي واحد الشخص اللي هو متقدم نوعا ما، تتمشي غير الكواليتي اوف سيرفيس ياك، كتمشي تحط الاي بي ولا الماك ادريس ديال الجهاز اللي عندك فيه الاي بي تي في ياك، وكتزيد ليه الباندويت، كتعطيه الباندويت كثيرة باش ما يبقاش يتقطع عليك الاي بي تي في، كتعطيه الباندويت كثيره. فبالتالي ملي كتكون تتفرج اوتوماتيكمون الروتور كيديتيكتي هذاك الادريس اي بي ديال هذاك الاي بي تي في اللي عندك، كيولي كيعطيه الصبيب بزاف، وداكشي اللي كيبقى تيفرقوا عليكم في الدار باش هكا ما تبقاش يتقطعوا القنوات. هذا فرضا ان الاي بي تي في مزيان، ولكن الكونيكسيون اللي عندك عيانه. اما الا طحتي شي اي بي تي في مدكدك راه واخا دير هادشي غادي يبدا يتقطع.